اللي بينفع لوراك الفراخ حاجات كتير قوي. اولها واشهرها وهي المقلوبه، بعملها بورك، بعملها بفرخه كامله زي ما انتم عايزين. اللي هعملها دلوقتي انتم كنتوا تعملوها بالورك بس، وممكن تعملوها بكل حاجه. طيب انا عاملاها النهارده بورك فراخ وركين ثلاث حسب ما انتم عايزين العدد شكله ايه. وطبعا الورك كل ما يكون الورك مش كبير قوي بيبقى الطف كتير، يعني مش لازم يكون الورك حاجه كبيره كده، لا في المتوسط او لو صغنون شويه يعني مش صغير قوي في المعقول بيبقى احلى وطعمه ألذ كمان. فانا عندي ورك فراخ، عندي بتنجان مقلي، طماطم، بصل، عود قرفة، شوية كركم، شوية يعني توابل، بهارات. أنا جايبة رز مصري، فعلها طبعا هي رز البسمتي، بس أنا عندي رز مصري فقلت أستعمله. طيب بنعملها إزاي؟ بطريقة سهلة جدا وبسيطة وحلة واحدة بوركين أو ثلاثة من اللي عندي. أنا بجيب معلقة سمنة أو زيت، بسم الله الرحمن الرحيم، يعني حبة كويسين كده تمام. اول حاجه بحطها عشان ده كلها حله واحده، الايه، وراك الفراخ بجيبها، ولما اجي احطها بحطها مقلوبه، بحطها ايه مقلوبه، يعني بروح احطها كده بسم الله، يكون بقى الحله سخنه قوي كده، وبخليها ظهرها لتحت اهو. انا دلوقتي هرصها اي رصه قبل الرصه الاخيره، هحط اول حاجه ليا البصل يلامس الفراخ، ادي البصل تمام. ناخد برده الطماطم يدينا شكل كده فيها، ويديها طبعا طعم للايه، للفراخ، لوراك الفراخ اهو. البتنجان كده نخلي بالنا حاجات احنا مش هنقلب تاني خلاص، حاولي تنزلي تحت كده. هحط رز هنا، بص دول حوالي 3 كوبايات، هوزعهم الاول كده. هحط معلقه صلصه، لو مش عايزه بلاش، ان في بقى يقول لك قانون مفيش صلصه، لا مش قانون، ما عنديش في اكلي قانون خالص على فكره. وشويه كركم، وهروح حاطه بسم الله الرحمن الرحيم موزعه كده، وعود قرفه عليها كده، تقول ياه ده الميه نزلت تحت. اه عادي،